شفنا مع حضراتكم أول مهرجان لكرة القدم على مستوى الجمهورية للأقزام، وطبعا المهرجان ده المفروض إن هو كان بين 3 محافظات، القاهرة واسكندرية ودمياط، وطبعا حصل على المركز الأول القاهرة، والمركز الثاني اسكندرية، والمركز الثالث دمياط. وبالتالي طبعا احنا عارفين ان الاقزام طبعا بيمثلوا شريحه مهمه جدا في مصر، ويمكن احنا كاعلاميين يعني بنعتذر لهم لان احنا مش قادرين نغطي طلباتهم واحتياجاتهم ومشاكلهم. فالنهارده حبينا نسلط الضوء على الاقزام في مصر، ومعانا في اللقاء الاستاذ عصام شحاته، مدير الجمعيه المصريه للاقزام ومدير المنتخب للاقزام في اسكندريه. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. عايزين كده يعني سريعا تقول لنا ايه الموضوع الاقزام، يعني تكلمنا عن المشكله سريعا كده، هي اللي انتم الجمعيه انشات بالخدمات والانشطه اللي الجمعيه بتقدمها للاقزام. انشات 2012 في اسكندريه، وطبعا دي مش في مكان الجمعيه الرسمي، احنا مكاننا في جمهوريه مصر العربيه كلها، بس المقر الرئيسي 11 شارع كرم اسكندريه. ونتمنى طبعا الاسم والتايتل بتاع الجمعيه والرقم ينزل عشان الناس تقدر تتصل بينا وتعرف اماكن الجمعيه في اسكندريه. إيه طبعا احنا بعد ما انشأناها الحمد لله عملنا حاجة جميلة جدا، ان احنا وضعناهم في المادة 81 في الدستور المصري، وبعد كده الحمد لله برضو في 2015 قدرنا نضم الأقزام للمعاقين رسميا عشان يقدر يطلع شهادة ال 5% ويطلع كارنيه الإعاقة ويقدر يشتغل ويواظب الحياة. طبعا احنا عندنا بعض المشاكل، احنا عندنا يعني الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نساعد الاقزام في ان هم يحصلوا على وظائف بره مصر يعني وجوه دي مصر، الخدمات اللي بتقدمها الجمعية للاقزام بره مصر وجوه مصر، ان احنا نشغلهم دي اهم حاجة ان هو يشتغل. وطبعا بدأنا بعد ما هم انضموا للمعاقين رسميا بدأنا ان احنا يطلع كارنيه الاعاقة، ان هو يقدر ياخد معاش من التضامن الاجتماعي ونقدر نشغله ونقدر يحصل. طبعا عملنا فرق كرة قدم على مستوى الجمهورية، طبعا استاذ ابراهيم مراد في القاهرة، عصام شحاتة في اسكندرية، الناس في دمياط، وكذا فرقه يعني، وفي حاجات كتيره جدا من القبيل دوت في الرياضات جميله جدا للاقزام في مصر. احنا برضو عندنا كم مشكله بسيطه كده، اللي هي مشكله العربيات، ان احنا لسه حاصلين عليها مؤقت، لسه لغايه دلوقتي القانون لسه جديد وكان معمول جديد، ولسه بدانا نروح نطلع عربيات للمعاقين. احنا بقينا فئه من ضمن المعاقين رسميا، بدانا نروح القمصان الطبي، وللاسف بيقول لحضرتك يعني كل ما نروح القمصان الطبي يقول ان القمصان الطبي اي حد من الاقزام المفروض ان هو ملوش يعني بيتاسس العربيه على طوله على حجمه على وضعه ان هو ياخد عربيه زيه زي اي شخص ويسوقها بنفسه، لكن القمصان الطبي مانع الموضوع ده، او في بعض الموظفين بيشتغلوا بمزاجهم في القمصان الطبي ان هو يدي ده احقيه ان هو يسوق بنفسه ويدي ده احقيه يقول له لا انت لازم يكون معاك مرافق، وده ممنوع طبعا في القانون، ممنوع لازم يسوق بنفسه الا اذا كان هو ايده مش موجوده لازم يسوق له مرافق بقى، لكن ايده مش موجوده الاعاقه دي المشاكل اللي بتقابلكم دي بعض المشكلات الاعاقه الموجوده الرئيسيه، ان هو المعاق ذهني والمعاق اللي هو الضرير هو ده اللي ما بيسوقش، لازم حد من اولي امره يسوق. المشكله الثانيه ان احنا نشدنا وزيره التضامن لدرجه ان احنا رحنا كتير جدا عطينا لها مذكرات وقلنا لها عايزين نقابل حضرتك، لان في ثغره في القانون فيها مشكله جامده قوي، ان القانون بيقول منذ سن الولاده القزم يعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصه وياخد نفس الحقوق المعاق كلها. بيجي يطلع كارنيه الاعاقه في اي سن من لغايه قبل ال 18 سنه يقول له لا والله انت مش معاق، يعني اطفال الاقزام قبل 18 سنه ما بيرضاش يطلع لهم كارنيه، فبالتالي لا يقدر مش هيقدر يحصل على معاش لان هو معاش كارنيه الاعاقه. فبنناشد وزيره التضامن نقدر يا ريت ان احنا نقدر نقابل مع الوزيره نيفين الكباش، وانا اتصلت بيها وقلت لها كم مره ان احنا عايزين نقابلك، ولا زال الموضوع مبهم. انا مش فاهم ليه مش عايزه تقابل الاقزام لغايه والله دلوقتي. احنا من هنا بنناشد وزاره التضامن ان هي تتواصل مع الاقزام في مصر، لان هم الولاد طبعا الاقزام ما عندهمش لكارنيهات اعاقه ولا لهم معاش، فنتمنى ان حد يوصل صوت الاستاذ عصام شحاته وزير الشباب والرياضه ان هو ان احنا في دلوقتي رياضات جميله للاقزام، احنا عايزين نقابله عشان نوطد الحاجات دي كلها ونقدر ان احنا نحل المشكلات دي كلها، بس مش اكتر يعني. ورحنا ودينا مذكره برضه وزير الشباب والرياضه، ورحنا قدمنا المذكره رسمي وكل حاجه رسمي تبع جمعيه الاقزام، ودي الجمعيه الرئيسيه اللي بتناشد وبتتكلم بحقوق الاقزام في مصر، لكن يا مولاي كم خلقتني زي ما
والله يا استاذ عصام احنا بنحاول طبعا من خلال البرنامج بتاعنا ماما شادو ان احنا نوصل رساله حضرتك، واكيد في طبعا حد سمعنا من المسؤولين، ونتمنى ان شاء الله ان مشاكلكم كلها تحل، وخاصه الاطفال لان لازم بيكون عندهم كرنيهات طبعا للاعاقه، ويحصلوا على طبعا راتب شهري او معاش علشان طبعا يقدر يعني يسندهم بالنسبه للاعباء الحياه. استاذن من حضرتك بس اقول الرقم بتاعي عشان لو قدرنا ان احنا برضو حد يتواصل معايا في البرنامج. بس عشان فاضل دقيقه. 0128 120 73 75 جمعية الأقزام المصرية. في نهاية اللقاء بشكر حضرتك يا أستاذ عصام، وإن شاء الله تتحل مشاكلكم، وشرفتنا في البرنامج. أشكرك. حبيبي عامل إيه؟ الحمد لله. أنت بتلعب في فريق الأقزام؟ أيوة إن شاء الله. فريق إيه؟ فريق كرة القدم في الإسكندرية. فريق إيه؟ كرة القدم إسكندرية. طيب أنت النهاردة جبت جون ولا حاجة؟ أيوة جبت جونين. إيه عندك كام سنة؟ عندي 14 سنة. وبتتعلم؟ أيوة. بتدرس في إيه؟ سنة كام؟ أنا في سنة تانية إعدادي، داخل تانية إعدادي، وبندرس حرفة النجارة وشغال، ويعني يعني أنت في مدرسة مهنية؟ أيوة. في بتتعلم حرفة النجارة؟ أه. واشتغلت بره فرشة؟ أه. يعني أنت بقى بتجمع بين ثلاث حاجات، بين الدراسة وبين الشغل وبين كمان الرياضة، أنت بطل. أنت بطل من جواك، صح؟ شكرا. طيب النهاردة أنت جبت الجون بقى في الدقيقة كام؟ في الباب دمياط. جبت ضد فريق دمياط في الدقيقة كام؟ الماتش الأول ولا التاني؟ لا في الماتش التاني. وفريق دمياط هو اللي غلب ولا أنتوا اللي كسبتوا؟ لا فريق دمياط هو اللي غلب. هو اللي كسب؟ كسب كام؟ كسب 8-0. مين بقى اللي من اللعيبة المفضلين بالنسبة لك بتحبوهم بقى؟ أولهم الأستاذ رئيس الجمعية الأستاذ عصام، ومحمود وإبراهيم، وفي شوية في الدمج ولا في نظام التعليم العام عادي؟ لا في التعليم العام عادي. يعني مش مدمج؟ ما عارف نظام الدمج؟ ما تعرفوش. يعني انت في التعليم العادي مش في الدمج؟ لا. ماما وبابا برضو من قصار القامة؟ لا هو بابا بس من قصار القامة، ومامتي عادية. مامتك يعني عادية مش قصيرة قامة. واخواتك برضو قصير قامة ولا لا؟ انا عندي اخت قصيرة القامة وعندي اخويا طويل. واخوك عادي طويل؟ اه. بتحس بايه وانت قاعد في البيت كده وانتوا كده عاملين ميكس بين قصير القامه والطوال؟ هل بتبقى زعلان ان انت كان نفسك تبقى طويل زي اخواتك وزي مامتك؟ لا خالص. يعني انت راضي باللي ربنا اداهولك الحمد لله ومبسوط؟ ايوه الحمد لله اللي انا راضي باللي ربنا اداهولي. ربنا يفرحك يا حبيبي يا رب. بتحلم تبقى ايه بقى لما تكبر؟ نحلم ان انا نبقى مهندس. ان شاء الله ربنا يفرحك يا رب تبقى احلى مهندس في الدنيا، وطبعا كمان بتمارس الرياضه تبقى مهندس وكمان بطل رياضي ان شاء الله. ربنا يوفقك، وانا مبسوطه جدا بلقائك حبيبي. ربنا يوفقك يا رب. شكرا.